وقبل ما ننهي جولتنا النهاردة في أبرز الصحف الرياضية، عايزين نفكر مشاهدينا بأبرز مواعيد مباريات اليوم الاثنين في الدوري المصري وكمان الدوريات الأوروبية. عندنا في الدوري المصري لقاء وحيد بيجمع ما بين الزمالك والإسماعيلي بيقام في تمام الساعة 8 مساء. عندنا في الدوري الإنجليزي عندنا برايتون وويست برومتش في الساعة 7:30 مساء. عندنا بيرنلي وتوتنهام هوتسبير في العاشرة مساء. في الدوري الإسباني عندنا ليفانتي وسيلتا فيجو في العاشرة مساء. وفي الدوري الإيطالي ميلان وروما في العاشرة إلا ربع مساء. وفي الدوري الألماني باير ليفركوزن وأوكسبورغ في 9:30 مساء. دي كانت جولة في أهم وأبرز وأجدد الأخبار الرياضية من موقع جريدة الشروق. بشكركم جدا، عودة للاستوديو مرة أخرى. احنا اللي بنشكرك، شكرا جزيلا زميلتنا العزيزة مريم سميح.